السلام عليكم ورحمة الله. كلب الجيرمان اللي جبناه كان مدود اللي استغنى عنه صاحبه. خلصنا من علاجه تمام وكل شيء تمام، ورجع الكلب 100% وعطيناه كل الأدوية اللازمة وطاب وراح منه الدود. مش تعبني طبعا، هو شرس على الغريب الكلب يعني مش سهل. طبعا الكلب شرس على الغريب يعني زي ما هو شرس بس على الغريب، اختلف عليه الوضع شوي. يلا تعال تعال يلا تعال. شفتوا كيف اول ما رحت اجيبه كيف كان يهاجمني؟ كان بده يقتلني، كان له خاطر. بس طبعا الكلب بدك تدير بالك يعني طعميه عبين ما يتعود عليك وشي، لانه كلب الحراسة بهاجم جنوبا. خد تعال. تك تمام؟ تعال. اطلع 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 تعال اطلع 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 يا اخو. اطلع اقعد اقعد اقعد. شاطر، اوعك تعضني لسات يعني بده في فتره ياخذ على الواحد. يا اخو اقعد، تعال ارجع اقعد. تعال خذ يلا. تعال اقعد. شاطر شاطر. شوف المجد هو. انتهينا من علاجه، ضل علينا بس نجيب له ايش الشربة اللي هي للدود. هاي جوا لما بتنعطى حبوب تطعيم جبناه له اليوم سداسي اعطيناه مضاد حيوي، خلص وقفناه عنه. الدود ما ضلش راح، كل شيء تمام. الكلب رجع شركه.